إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله. افتقدناهم فرحنا نبحث عن همساتهم الرقيقة، متتبعين صدى آتها الحارقة في عالم يبكي كل ما فيه على فراقهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أقدر أساعدك في حاجة؟ بالأمس كانوا معنا وبيننا، يضحكوننا تارة ويبكوننا تارة، ويعلموننا دروسا وعظات وقيما تارة أخرى، واليوم لم يبق منهم سوى ذكريات، ذكريات لن تمحى من الذاكرة، فلهم منا كل الوفاء، وقلوبنا تلهج لهم بالدعاء. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء.